يقول السائل: إذا قام الرجل يصلي بالليل وأيقظ أهله، فهل يصلون جميعا معه أو يصلي كل واحد على حدة؟ يجوز هذا وهذا، يجوز أن كل واحد يصلي على حدة، ويجوز أن يصلوا جميعا، هذا في رمضان خاصة، صلاة التراويح أو صلاة التهجد في رمضان. وأما في بقية السنة فلا تشرع الجماعة لقيام الليل، لكن لو فعلت بعض الأحيان من غير مداومة، فعلت الجماعة بعض الأحيان من غير مداومة فلا بأس. أما المداومة على الجماعة في النافلة في غير صلاة التراويح هذا شيء لا يجوز. نعم.